هلا الموضوع تبع اليوم، الموضوع الثاني اللي هو الهلوسينوجينز اللي هم المواد المهلوسه. على فكره انا صار في فيلم معاكم، انا بفكر انه يوم الخميس عندكم محاضره، انه انتوا بتاخذوا احد ثلاثة خميس، والخميس الساعه 7 قاعده وبستنى بستنى انه الطلاب يدخلوا المحاضره، انه حدا يجي يدخل المحاضره ابدا. المهم بالاخر فتحت هذا، قلت اشوف الجدول ثاني مره، فتحت الجدول ولا هو احد ثلاثة، قلت لا حول الله، فضلوا ايش التاريخ قديم شوي. طيب اذا هلا الهالوسينوجينز بدنا نشوف شو قصتهم هدول. الهالوسينوجينز هلا في بكتابكم معرف لكم اياهم، ماشي، المواد المهلوسه او العقاقير المهلوسه، بس في عندنا كتابه زياده انا حاطه لكم اياها عن الكتاب، بدي تكتبوها عندكم، راح اعلم لكم عليها بالاصفر عشان تتميز، بس ابعت لكم البي دي اف بتروحوا ايش بتكتبوها عندكم على الكتاب. هلا هدول شو الله يسلمك دكتورة. الله يرضى عليك. نشوف هون هاي على الكتاب صفحة 20 اعتقد، اوكي 20 These classes of psychoactive drugs have in common إلهم شيء مشترك that they can cause subjective changes in perception، يعني بخلوا الواحد البرسبشن الإدراك عنده يختلف، thought الأفكار، الإيموشن العواطف، والكونشسنس. فإذا شو معناته هاي المجموعة؟ بتأثر على البرسبشن، thoughts، الإيموشنز، والكونشسنس، درجة الوعي. هلأ يفترض في هدولي المواد كونهم بيأثروا على الشغلات هاي، الهلوسينوجينز يعتبروا عقاقير ما بنعتبرهم أدوية. ليه؟ يعني إن هم مواد الناس بيسيئوا استخدامهم، لكن ما في حدا بيستخدمهم استخدام علاجي. فمثلا نشوف اللي ذاكرنا الكتاب هون الاستريكنين، ذاكر لنا الكنابس، وذاكر لنا الـLSD، مش شارح عنهم ولا إشي، تمام؟ فأنا أعطيتكم لمحة صغيرة عنهم علشان في حال إن سألنا منهم أو توسعوا في السؤال، لأنه مثلا الكنابس مستخرج من نبات، فهم كونه بناخد نحن أدوية وبناخد عقاقير وبناخد سموم، فكأنه الكنابس بضرب ثلاثة في واحد، هو مادة مستخرجة من نبات وهو مذكور في الأدوية وهو برضه مذكور في السموم، فبالتالي بيحبوا يسألوا عن الأدوية اللي مصدرها نباتي أو السموم اللي مصدرها نباتي. هيك يعني طبيعتهم بأسئلة الشامل خلال الفترات الماضية، أنا لاحظت هذا الحكي. طيب نعلم على الشغلات الرئيسية زي ما قلنا اللي بدنا نكتبها عشان مش مكتوبة بالكتاب. شو بقول لي عن الاستيكلين؟ is a highly toxic, colorless, bitter, مر, crystalline, alkaloid. رجع بقول لي alkaloid. قلنا الكالويد هاي مادة مستخرجة من النباتات تحتوي على عنصر النيتروجين. used as pesticide، يبقى الاستخدام الرئيسي تبع الاستريكنين انه هو مبيد زراعي. particularly for killing small vertebrates، الهدف الرئيسي انه يقتل الفقاريات الصغيرة مثل البيردز اند رودنتس، القوارض. اوكي نشوف برضو الـ THC، أعلم الشغلات الرئيسية عشان إيش؟ أنا لما بحط الأصفر هذا ببطل يسجل عندي. والـ LSD وآخر واحد مش مذكور عندنا بالكتاب، كلياته بدنا نضيفه. أوكي. طيب كمان مرة، هلا الاستريكنين قلنا مادة هايلي توكسيك، يعني هي بالأساس تصنف كسم، كلرلس ما إلها لون ومرة، تمام، وإيش كريستالين الكالويد. قلنا أي شيء بيقول لك الكالويد معناته هو مستخلص من النباتات، يحتوي على عنصر النيتروجين، يحتوي على خصائص قاعدية. أوكي as a pesticide قلنا مبيد زراعي، والهدف الرئيسي من استخدامه إنه قاتل للفقاريات الصغيرة مثل العصافير والقوارض، يعني إحنا ما بنستخدمه كدم كدواء، استريكنين إحنا بنستخدمه كسم، أوكي؟ طيب، لكن إذا تعرض الواحد للاستريكنين نتيجة سوء الاستخدام بيعمل الهلوسة، والهلوسة زي ما شفنا التأثيرات هذه إنه بيأثر على الإيموشن والبرسبشن والكونشسنس، يعني باختصار
بيشوف إشي مش موجود وبيسمع إشي مش موجود، يعني باختصار تفكيره بيصير منفصل عن الواقع. هذا منقول له الهلوسة. طيب المادة الثانية اللي ممكن تعمل هلوسة اللي هي الكنابيس. الكنابيس مسمية كنابيس لأنها من نبتة اسمها كنابيس ساتيفا. كنابيس ساتيفا اسم علمي، المادة الرئيسية الكنابيس. الاسم العام للنبتة هاي الكنابيس ساتيفا اللي هو الماريوانا، شايفين كيف بيكتبوها ماريوانا، الماريوانا اللي هو الحشيش. اوكي، هلا المادة هاي مأخوذة قلنا من الكنابيس ساتيفا فسموها كنابيس. اوكي، او لها اسم ثاني، الاسم الكيميائي تترا هايدرو كانابينول، اختصروه تي اتش سي، او حاطين لكم هون اختصار تترا هايدرو كانابينول. يعني انت صار عندك هون اربع مصطلحات جداد، الكنابيس وتي اتش سي وتترا هايدرو كانابينول والماريوانا. اوكي، الماريوانا هو اسم النبته، التي اتش سي والكنابيس والتترا هايدرو كانابينول هم نفس الشيء. اوكي، هم الكيميكال اللي احنا بنحكي عنه المسبب للهلوسة. It is the chemical responsible for most of marijuana's psychological effect. لإيش بيستخدموه؟ Used to counteract emesis caused by chemotherapy. هلا الناس اللي بياخدوا علاج كيماوي بيسبب لهم مراجعة قيء شديد جدا، فعلشان يحاولوا يوقفوا المراجعة تبعت هدول الناس بيحاولوا يعطوهم مضادات قيء، لكن مضادات القيء العادية ما بتقدر تسيطر على الموضوع، بدنا إشي يشتغل سنترالي. الإشي اللي بيشتغل سنترالي وفعال كتير اللي هو المادة الرئيسية اللي موجودة في الحشيش اللي هي التترا هايدرو كانابينول. ففي بلاد بيسمحوا بشكل ليجالي إنه الواحد يستخدم الماريوانا أو يدخن الماريوانا إذا كان مصاب بالسرطان وبياخد كيموثيرابي. طبعا هاي النبتة الورق مميز لها، هذا بسموه أوراق مركبة، كم الفرع لها 2 4 6 8. ماشي، مرة طالب من الطلاب جاب لي عينة من الماريوانا، عينة صغيرة طبعا، فتح الكيس ريحتها سيئة جدا جدا جدا، يعني كأنك فاتح جارة مجاري، أنا مش عارف كيف بيدخنوها. طيب نيجي طيب نيجي للمادة الثالثة اللي هي الـ LSD. طبعا من أقوى العقاقير المهلوسة بيسموه السيرجيك أسيد، تمام، يستخرج من نبات اسمه. الموضوع الثالث اللي بدنا نحكي عنه اليوم اللي هو الأنتي ديبريسنت. ثواني، وصلت المعلومة الحمد لله، سامحتكم على فكرة. طيب إذا نيجي للموضوع الثالث، أنه موضوع الثالث ليش هو إيش الموضوعين اللي قبليهم؟ مش احنا اخذنا اول موضوع اللي هو CNS stimulant، واخذنا تقسيماتهم اللي هم الامفيتامين والزانتين ديريفاتيفز والكوكايين والاذرز. بعدين اخذنا المجموعه الثانيه كانت الهالوسينوجينز، والهالوسينوجينز كانوا يعتبروا برضه CNS stimulants. المجموعه الثالثه اللي حنحكي عنها اليوم اللي هي الانتي ديبريسنت، مضادات الاكتئاب. اوكي، هلا مضادات الاكتئاب طبيعه الكتاب بيشرح لنا اول شيء معلومات عامه عن المشكلة أو المرض، وبعدين بيدخل في تفاصيل الأدوية. نشوف شو هم، شو الأنتي ديبريسنت بدهم يستخدموا لعلاج الدبريشن اللي هو الإدمان. نشوف شو كاتب. أنتي ديبريسنت آر دراجز يوزد فور تريتمنت أوف ديبريشن. حلو، شو هو الدبريشن؟ إز ستيت أوف لو مود، يعني هو مزاجه بيكون متدني، نظرته سوداوية للدنيا. And a version of activity that can affect person's thoughts, behavior, and feeling. وهذا الاشي بيأثر على افكاره، تصرفاته and feelings، المشاعر. طيب شو المشكلة بهدول الناس اللي عندهم depression؟ Depressed people may feel sad. Okay. زعلانين. Anxious. متوتر. Hopeless. بدون امل. Worried. Guilty. بشعر بالذنب. Irritable. Restless. متوتر. They may also interest in lose interest in activities that once were pleasurable. يعني بالزمانات إذا هو كان بيحب المشي كتير تيجي تقول له تعال نتمشى على الأستراد ما بيقبل يطلع يمشي معك. Experience loss of appetite، بيفقدوا الشهية وبالتالي بينزل وزنهم. Low have problems in concentrating، بيفقدوا التركيز. ليه؟ لأنه مخه مشغول بشغلات صغيرة.
remembering details بيكون بتذكر تفاصيل أشياء مش مهمة، مش أحداث رئيسية في الحياة، مش أحداث ذات أهمية، بيكون مشغول بهاي التفاصيل، فبالتالي بيفقد الاهتمام بالأشياء الرئيسية الثانية، فمشان هيك بنقول عنه عندهم problem في concentration. Or making decision and may attempt to suicide. هذه هي المشكلة الكبيرة، إنهم إيش بيصير عندهم قابلية أو تفكير في الانتحار، suicide اللي هو الانتحار. يبقى مشكلة الناس هذولي اللي عندهم depression، في عنا مشكلتين بيظهروا بشكل جذري، إنه الناس اللي عندهم depression كونوا باستمرار بيكونوا restless و irritable أو anxious، فبالتالي هم باستمرار عندهم توتر. بعد فترة من الزمن المرض النفسي هذا اللي هو depression الاكتئاب بيتحول إلى مرض جسدي، بيصير عندهم ضغط، بيصير عندهم سكري، تمام؟ وإذا تطور المرض معه فترات طويلة، وإذا كان طبعاً الاكتئاب درجات، ممكن يؤدي فيه إلى الانتحار. فالأصل في المواضيع هاي، الناس اللي عندهم ديبريشن زي ما اتفقنا الاكتئاب درجات، هلأ بنحكي عنه مجرد أو من البداية ما يحس الواحد إنه هو أموره مش سوية يروح على طبيب نفسي. هلأ في عنا مشكلة مجتمعية إنه أي واحد بيقرب على الدكتور النفسي بيقولوا عنه مجنون. الاكتئاب مرض نفسي مش مرض عقلي، فاللي بيصير عنده اكتئاب هذا بني آدم مش مجنون، هذا بني آدم تعرض لضغوطات كبيرة في الحياة ما قدر يتماشى معها أو ما قدر يتأقلم معها، فجسمه أخذ ردة فعل بطريقة معينة إنه صار يتصرف بهذا الشكل. ممكن أنا أساعده بالأدوية، هلأ بنشوف شو مشكلتهم وكيف ممكن نساعدهم، فممكن أساعدهم أنا بالأدوية. فليش أنا أستنى هذا المريض عبين ما يصير عنده ضغط وسكري ويبلش يعاني من مشاكل الضغط والسكري، وأنا كان من البداية بقدر أمنع الفيلم هذا، لكن عشان أمنع الفيلم هذا لازم أوديه على الدكتور، لازم أغير النظرة المجتمعية للطبيب النفسي. أوكي؟ طيب، بالإضافة زي ما قلنا إنهم هذولي إذا تطورت الأمور معهم بيقدموا على الانتحار. في ناس بيفكروا بالانتحار وما بيعملوه، في ناس بيقدموا على الانتحار طبعاً، واللي بيقدم على الانتحار أول مرة بعيدها ثاني مرة وثالث مرة، فبيكون إجباري بده علاج نفسي حتى لو ما كان عنده اكتئاب. أوكي؟ طيب، بيعانوا كمان من الإنسومنيا. في ناس بيصير عندهم إنسومنيا ما بيناموا، في ناس كناحية كهروب من الواقع بيصير عندهم excessive sleeping، يعني ناس هيك وناس هيك، وبيصير عندهم فتيج نتيجة قلة النوم و loss of energy. معناته هدولي الناس اللي عندهم depressed mood is not necessarily a psychiatric disorder، مش شرط يكون المشكلة نفسية. تفضل كمان مرة. مش سامع. انسومنيا أرق و excessive sleeping النوم الكتير، تمام؟ فزي ما قلنا ناس بيصير عندهم insomnia، ناس بيصير عندهم excessive sleeping، مش نفس الشيء، يعني مش الشخص بيكون عنده التنتين، ناس هيك ردة فعلهم وناس هيك بتكون ردة فعلهم. طيب نشوف النقطة اللي بعديها شو بيقول. A depressed mood is not necessarily psychiatric disorder. It may be a normal reaction to certain life events. Okay؟ مش شرط يكون مشكلة نفسية، ممكن يكون زي ما قلنا فترة مؤقتة وبتعدي. However, more severe depressed mood is a primary or associated feature of certain psychiatric syndromes such as clinical depression. يبقى صفة في عنا depression، في عندي mild أو اللي بيقولوا له mild depression، وفي عندي clinical depression، في كمان أنواع تانية هلأ بنشوف. The cause of depression هنا الشيء المهم كتير اللي بدنا نعرفه is believed to be a reduction in neurotransmitter norepinephrine و5HT اللي هو السيروتونين. اتفقنا 5HT هو نفسه السيروتونين، اوكي؟ مش كل واحد لحال، اوكي؟ يعني لقوا انه الناس اللي معهم اكتئاب عادة بيكون عندهم النورابينفرين قليل والسيروتونين قليل. طيب حلو، كون عرفنا السبب نقدر نعالجهم. كيف بدي اعالجهم؟ اعطيهم سيروتونين من برا واعطيهم نور ابينفرين من برا، بزبط فكركم؟ ما بزبط. ليه ما بزبط؟
كونه أنت بتحكي عن كيميكال موجود في الجسم endogenous material، معناته في enzymes بتعملها degradation. فإذا أنت بطريقة أو بأخرى قدرت تحصل على السيروتونين وأعطيته للمريض وصل لمكانه اللي عشان يشتغل فيه، رح يصير له degradation بسرعة كبيرة جدا لأنه endogenous material هاي، فبالتالي ما حيضاين معانا الدواء فترة طويلة. فالحل إنه إحنا نحتال على النواقل العصبية بحيث نزيد تركيزها، مش إنه أزودها من برا. زي ما قلنا مثلا نمنع الريأبتيك بيزيد تركيزها، نمنع الديجريديشن بيزيد تركيزها. At the junction between nerve cells in the brain, many of the drugs treat depression increase the amount of these substances in the brain. يبقى معظم الأدوية اللي بتعالج الاكتئاب إيش بتزيد تركيزها. أوكي؟ نشوف the classification of depression، مش الانتيديبريسنت، of depression. كيف بدنا نعمل كنترول على الديبريشن؟ يعني بدنا نعمل معادله بناتهم تسيطر على الجهاز العصبي. هلا بنحكي، لما نبلش نحكي عن مجموعات الادويه بنحكي عن الاليه عمل الادويه وبنشوف كيف. نشوف هلا بس نحكي بشكل سريع عن أنواع الاكتئاب. في عنا minor depression، عادة minor depression does not require drugs، ما في داعي إنه أعالجه بالأدوية، مجرد إنه جلسات مثلا علاجية عند الطبيب النفسي أو أنت تلاقي واحد عائل يقدر يدلك ماشي، فهذا بكفي كافي إنه أنت تتخلص من minor depression. يبقى minor depression ما بده علاج بالأدوية. في عنا severe depression however may be helped by antidepressant drugs، ماشي السيفير ديبريشن بده علاج. هلا الانتي ديبريسانت may have to be taken for many months، يعني مش زي المضاد الحيوي بتاخده اسبوع خلصنا. مضادات الاكتئاب بدها تتاخذ لفتره طويله من الزمن. اساسا مضادات الاكتئاب علشان تقدر تسيطر على النيورو ترانسميترز وتوصلهم للليفل اللي احنا بدنا اياه عشان يعطي الماكسيمم افكت، بدهم تقريبا بحدود معظم الادويه بدهم من 3 أسابيع إلى شهر عشان يعطوك الماكسيمم إفكت. طبعاً الدكتور كيف بيعرف إنه وصل للماكسيمم إفكت أو وصل للإفكت المطلوب؟ عادةً في بداية إعطاء الدواء بيطلب من المريض يراجعه كل شهر، وبيعمل معاه جلسات بيتحدث معاه من ردود أفعاله، بيقرر هل أموره صارت ستيبل يضلوا ماشي على نفس الجرعة ولا مش ستيبل، فبيخليه ما يضلوا يعني بيزيد له الجرعة أو بيعدل له بيعطيه دواء إضافي. They can be withdrawn gradually after prolonged treatment. إذا أنا استخدمتهم فترة طويلة وبدي أوقف استخدامهم ما بصير أوقفهم فجأة، لازم gradually شوي شوي، وعادة زي ما قلنا كل أسبوعين بنقصوا الجرعة للنص تقريبا علشان هذا الإشي ما يصير relapse، لأنك إذا وقفتهم فجأة بيصير عندنا relapse انتكاسة. فيبقى في عندي minor depression، في عندي severe depression، الانتيديبريسنت بدهم وقت طويل. طيب نشوف هاي الصورة، هاي أقرب صورة لقيتها قريبة من الكتاب تبعكم، ما لقيتش نفس الصورة بس هي تقريبا نفسها. أوكي، هاي بيشرحوا لنا 3 أنواع من الأنتي ديبريسانت، من مضادات الاكتئاب، 3 مجموعات. مجموعة اسمها ماو إنهيبيترز، ماو إنهيبيترز. المجموعة الثانية اسمها SSRI. المجموعة الثالثة اسمها tricyclic antidepressant. اوكي، وهنا في عندنا عصب presynaptic nerve وهون postsynaptic nerve وهنا الشقوق التشابكيه. نشوف على اليمين شو كاتبيننا. في عندنا النور ادرينالين مصورين اياه بمربع اخضر، السيروتونين اللي هو 5HT هي هون حاطط لنا اياها صح مش غلطان فيها، اللي هي دويره زرقاء، وبعدين الدوائر الخضراء الصغيرة هاي عبارة عن البريك داون برودكتس. اوكي، خلينا احنا ناخد TCA tricyclic antidepressant. هدول الادوية كيف بيشتغلوا؟ هلا في الوضع الطبيعي الخلية البري سينابتك نيرف لازم تطلع نواقل عصبية، هاي طلعت المربع والدوائرة، يوصلوا هون ويطلعوا على الشقوق التشابكية ويوصلوا للخلية الثانية ويعملوا لها ستيميوليشن وينتقل السيال العصبي في الوضع الطبيعي هذا. وبعد ما يخلصوا شغلهم شو يصير فيهم؟ شايفين السهم الأحمر هذا اللي راجع هيك؟ بيصير لهم ري أبتيك. أوكي، بيصير عندنا ري أبتيك.
التيك للنواقل العصبية، ويعاد استخدامهم كما مرة لما يجي أمر عصبي بردوا وبيطلعوا وهكذا. هلا لما الواحد عنده اكتئاب بيكون النواقل العصبية هاي قليلة، فإذا صار لها ري أبتيك مش بيقل تركيزها هون. فالحل إحنا لما نعطي مجموعة أدوية، الأولى أول مجموعة حنحكي عنها تراي سايكليك أنتي ديبريسانت، شو بتعمل؟ شايفين السهم هذا اللي المفروض يرجع يصير لهم ري أبتيك؟ منعوا، سكروا. ساعتها شو حيصير بالنور أدرينالين والسيروتونين؟ رح يضلوا موجودين في الشقوق التشابكية هون، رح يزيد تركيزهم في الشقوق التشابكية. يبقى إذا أنت منعت الري أبتيك للكيميكال، أنت بطريقة تانية بتزيد تركيزه، ماشي؟ بس أنت ما أنا ما أعطيت النور إبنفرين من برا ولا أعطيت السيروتونين من برا، ماشي، بس أنا منعت الري أبتيك فزاد تركيزهم هون. فنحط سهم لفوق على أساس إنه إيش؟ نتذكر إنه تركيزهم هدولي زاد. أوكي، ليش زاد تركيزهم؟ لأنه أنا منعت الري أبتيك. سهم طالع لفوق على أساس إنه إيش؟ هدولي تركيزهم زاد. تفضل. طب اوريدي هم أصلاً عندهم المشاكل هاي، أصلاً عندهم ريدكشن بالفايف اتش تي والسيروتونين، بالفايف اتش تي والنور أدرينالين، صح؟ مظبوط. طيب إحنا كيف زدنا تركيزهم؟ هو إحنا أنا فهمت موضوع الري أبتيك، تمام؟ أوكي. بس هلا البني آدم الطبيعي أصلاً بصير عنده ري أبتيك. الوضع الطبيعي بصير ري أبتيك. هلا أنت تمام، تركيزه عندهم أوريدي منيح. تمام؟ طيب هلا البني آدم اللي حكينا عنده هاي المشاكل، طيب النسبة هي ما زدنا إحنا اللي منعناه بس ري أبتيك، طيب كيف زاد الكونسنتريشن تبعه؟ طيب ماشي. هلا انت لما بيكون عندك مثلا هنا بيكون عندك 10 جزيئات، ماشي الحال، طلعوا واشتغلوا هنا وخلصوا شغلهم، بيصير لهم ري ابتيك، نقول بيصير ري ابتيك لخمس جزيئات، الخمسه الثانيين بيضلوا هون، لازم يضل نسبه موجوده هون، مش بيروحوا بينضبوا وخلص ما بيضلش شيء. هلا الخمسه اللي ضلوا هون بيشتغلوا. الناس اللي عندهم ديبريشن، اوكي، الخمسه هدول ما بيكفوهم نتيجة الريدكشن اللي عندهم، وهم عندهم أقل من خمسة بكتير. فأنا لما بروح بعطيهم الدواء هذا اللي بيمنع الري أبتيك، شو بصير؟ ما بيرجعوا خمسة لهون، بيضلوا هون، فبصفي العشرة كلياتهم هون شغالين في السيناتيك كليفت. فلما بدهم يجوا يعملوا تريجرينج لسيال عصبي تاني، بيكون الأكتيفيتي أكتر وأسرع، فبيبطل البني آدم عنده سلاجش وفتيق ودايما نعسان ومسطل وحالته حالة، ماشي الحال. فهذا الاشي بيحسن، انت ما بهمني قديش كميتهم، انا بهمني تركيزهم الفعال. التركيز الفعال هو عدد المولكيولز اللي موجودين في السيناتيك كليفت، في الشقوق التشابكية، تمام؟ ما بهمني العدد الكلي. واضحة؟ خلص تمام. هلا نيجي لمجموعه ثانيه تقريبا تفضلي. طب اذا زاد عن الحد الاعلى؟ هلا هو ما بيزيد عاده عن حد معين، لانه زي ما اتفقنا الدكتور بيعطي المريض الدواء بيقول لي راجعني بعد شهر، هو اساسا قلنا الماكسيمم افكت بعد شهر، فالدكتور بيقرر هل الامور ستيبل، يعني زي ما نقول بعاير الدواء بناء على السيمبتومز تبعت المريض، ماشي؟ يعني احنا ما بناخذ عينه من دمه ونقيس تركيز هدول الكيميكالز، ما بزبط هذا الحكي، لانه كل بني ادم بيتعامل مع الدواء بطريقه مختلفه عن الثاني. في ناس بهضموا الدواء بسرعه، في ناس بهضموا شوي شوي، في ناس عندهم انزيمز اكثر من ناس، في ناس مدخنين، في ناس بيشربوا كحول، هدول الميتابوليزم عندهم اسرع. فعاده زي ما بنقولنا الدكتور بيعاير الدواء على هوا المريض، اوكي، مش بناء على تركيز معين. بس مثلا متعارف عليه فرضا اللي معهم ديبريشن، اذا انت بلشت له بتراي سايكليك انتي ديبريسنت مثلا، بتبلش فرضا ب 100 ملي جرام لمده شهر، وبعدين بتشيك على المريض، اموره ستيبل ستيبل، مش ستيبل بتضيف له دواء ثاني من مجموعه ثانيه وهكذا، بيكون في بروتوكول معين احنا بنتبعه في العلاج. اوكي، طيب هذول اللي
رياضتك لما إنه الدرونس يترك إنه بيعمل بلوك للري أبتيك مظبوط بيعمل بلوك للري أبتيك. طيب نيجي نشوف هدولي تراي سايكليك أنتي ديبريسنت. حط لي واحد واحد من إيش؟ من الأنتي ديبريسنت. مش إحنا بدنا ندرس الأنتي ديبريسنت أول مجموعة من الأنتي ديبريسنت اسمها تراي سايكليك أنتي ديبريسنت. تراي يعني ثلاثة، سايكليك حلقات يعني الشكل الكيميائي فيه ثلاث حلقات وهم أساساً يستخدموا مضادات الاكتئاب. فشو صفى اسمهم بالإنجليزي؟ تراي سايكليك أنتي ديبريسنت، وإحنا بالعربي بنقولهم مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات أو بختصرونا إياهم بالإنجليزي TCAs. أوكي؟ طيب so called because of the characteristic three ring nucleus. قلنا الشكل الكيميائي، إحنا مش مطالبين بالشكل الكيميائي بس حلو تعرف الاسم منين جاي مشان يصير أسهل بالنسبة لك تحفظه. نشوف كيف الأكشن. When excitatory neurotransmitter in the brain are released. قلنا مين excitatory neurotransmitter؟ النور إبنفرين يعتبر excitatory والسيروتونين يعتبر excitatory. They are normally rapidly taken up again into the cell عن طريق الريأبتيك. بعد ما يشتغلوا شغلهم بالشقوق التشابكية بصير لهم ريأبتيك. الدواء تبعنا اللي هو tricyclic antidepressant شو بيعملوا؟ typically block the reuptake of norepinephrine and serotonin at the nerve ending in the brain وبالتالي increase the amount of these substances available for receptor uptake. احنا بس نحط خط على النورإبينفرين والسيروتونين عشان انت لما تيجي ما تنساش انه هم المشكلة كانت إن هدول النواقل العصبية قلال، فإنت لما منعت الري أبتيك تبعهم قلنا شو صار في تركيزهم؟ زاد. أوكي؟ طيب نكمل مع بعض. الإفكت and uses لمين؟ لهدول TCAs to treat several types of depression. مش اتفقنا الاكتئاب إله درجات وإله أنواع، فبالتالي بقول لك بيعالجوا كذا نوع من الاكتئاب. It makes it may take several weeks before the depression itself is revealed. قلنا أساساً already الماكسيمم إفكت تبع هاي المجموعة بعد شهر. الإميبرامين اللي هو واحد من هدولي المجموعة is used for nocturnal enuresis أو البيد ويتنج اللي هو مرض تبول الليلي اللي بيصير عند الأطفال. أوكي؟ طيب إذن شفنا هون الأكشن الميكانيزم في أكشن، شفنا اليوزز، نشوف هلا السايد افكتس تبعتهم. ما في اشي بدون سايد افكتس، بس زي ما قلنا هل المريض بيتحمل السايد افكتس؟ هل وضعه الصحي بيستحمل هيك سايد افكتس؟ نشوف. في بصير عنا انتي كولينرجيك افكت اللي هو عباره عن دراي ماوث اند بلرد فيجن. اوكي طيب مش مشكله كبيره، عادي بيشرب ميه ما في مشكله. بصير عنده سي ان اس بروبلمز، دراوزنس، ديزينس اند تريمور. مشكلة كبيرة إذا كان بيشتغل عامل أو بيشتغل على آلات ثقيلة، فهون التريمور بيكون كارثة بالنسبة له. طيب ثلاثة بصير sexual problems and skin rash، وفي ناس كتير بيوقفوا الدواء نتيجة sexual problems اللي بتصير. and weight gain بيعمل زيادة في الوزن. أساساً كل مضادات الاكتئاب كل الأدوية النفسية بتزيد الوزن بدرجات متفاوتة. الأدوية القديمة بتزيد الوزن كتير وسعرها رخيص، الأدوية الجديدة تأثيرها على الوزن أقل لكن سعر الدواء بيكون أغلى. ليش بيزيدوا الوزن؟ لأنهم بيزيدوا الأبيتايت. زي ما قلنا إحنا لعبنا بالنواقل العصبية، هذا إله تمن الحكي. طيب شو بصير كمان معاهم؟ postural hypotension بصير عندهم لما يجوا يوقفوا بينزل الضغط فجأة، بالإضافة للأرذمياز. الرذميا اللي هي عدم انتظام ضربات القلب. طبعا إذا صار عندنا عدم انتظام في ضربات القلب هذا الإشي بيعمل جلطات وممكن بلحظة من اللحظات القلب يوقف نتيجة الرذميا. هلأ التوكسيسيتي أوكير at about 10 times normal dosage. يعني هلأ مش إحنا قلنا مرضى الاكتئاب بيحاولوا مرات كتير ينتحروا، فإذا أنت كنت بتعالجه بدواء الدواء نفسه سميته عالية فبستسهل انه ينتحر لانه الاداه موجوده بين ايديه. لكن الترايسايكليك انتي ديبريسنت نسبيا يعتبروا امنين لانه المريض علشان ينتحر بده 10 اضعاف الجرعه الاعتياديه، يعني بده يبلع نص العلبه تقريبا، ف
فهي كمية كبيرة فنسبيا يعتبر سيف. These drugs are often lethal in overdose. ليش؟ They may cause fatal arrhythmia. زي ما قلنا الارثيميا ممكن تعمل هارت بلوك، الارثيميا بتعمل كلوتس، بتعمل تجلطات في الجسم، وبالتالي ممكن تنتقل على الدماغ، على القلب، على الرئتين، وتكون الضرب القاضي. However, tricyclic antidepressants are still used. زي ما قلنا ليش؟ لأنهم نسبيا سيف، وكمان because of their effectiveness, especially in severe cases of major depression. ماشي الحال. يبقى هدولي tricyclic antidepressants شفنا كيف بيشتغلوا، بيمنعوا الريابتيك للنورابنفرين والسيروتونين، إلهم سايد افكتس تحديدا الارثيميا أسوأ إشي. أوكي، في إلهم انتر اكشن غريب وهذا بيميزهم كتير عن غيرهم. not given with MAO inhibitors. MAO inhibitors مجموعة أدوية برضو مضادات للاكتئاب. تمام، هلأ بنشوف ليه ما بينعطوا مع بعض. هلأ هون بيجيك السؤال، يا بيقول لك هل الترايسايكليك انتي ديبريسن بنعطى مع الماو انهبيتر؟ هذا بيكون سؤال مباشر، او بنقي لك واحد من ضمن مجموعة الترايسايكليك انتي ديبريسن، واحد من ضمن مجموعة الماو انهبيترز، وبقول لك هل هدول بينعطوا مع بعض او لا، فانت بدك تكون صاحي. اوكي، هاي الفكرة. هلا اوكي، يعني على الجرام، هلا هدول الاصل فيهم التي سي ايز اللي سيف وما بيعملوا ادكشن، تمام، وما فيهم اي اشكالية، المفروض عادي يتاخدوا بدون وصفة. لكن لما بتروح انت على الصيدلية، اذا اللي واقف بالصيدلية مش فاهم شو بيشتغل، اي اشي له علاقة بالسي ان اس بقول لك لا يصرف الا بوصفة طبية. ماشي الحال. الادوية اللي لا تصرف الا بوصفة طبية محطوطة في جداول خصوصي بسموها جداول المؤثرات العقلية. بس نمشي منيح في المادة، نخلص وحدة السي ان اس، بعطيكم هدولي الجداول تستعرضوهم في اشي كتير بيكون مرق عليكم واشي ما مرق عليكم وصعب تتعاملوا معها. بس مثلا اتليست انه نعرف مثلا الابيبرامين مش من المؤثرات العقلية، وما في مشكلة، يعني مش مرصد، ما في مشكلة لو انباع عادي، ما فيها اي مشكلة. مش والله مثلا زي الترامال، مش زي الكوديين. اوكي، الابيبرامين عادي صرف بدون وصفة عادي. اوكي، طيب هلا الفلوكسيتين ماله من ضمن السيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيتور؟ ايش ماله؟ ليش محدده بالرسم بس؟ يعني مش محدد بالرسم. لا هلا بالرسم انه شو اسمه، مرات احنا بنكون جايبينهم من مصادر مختلفه، فبيكون بيركز على دواء معين، مش القصة يعني. هو بس عادة هاي المجموعة لكل ال شو اسمه، كل السيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيترز. ماشي الحال، كلهم بيشتغلوا بنفس الطريقة، طبعا بدرجات البوتنسي، درجات متفاوتة بيناتهم. تمام، آخر إشي بدنا نحكي عنه اللي هو الليثيوم كربونيت. إذا ملاحظين الليثيوم ما حط له رقم، لأنه زي ما نقول هذا أساسا عنصر مش مجموعة، والليثيوم خطر جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه الفرق ما بين الجرعة العلاجية والجرعة السامة قليل كتير، وإحنا زي ما قلنا الشخص هذا معاه ديبريشن، فالليثيوم هو آخر خيار ممكن يلجأ له الطبيب في علاج الديبريشن. إذا هذا المريض مزبطش مع الدي سي اي، مزبطش مع الاس اس ار اي، مزبطش مع الماو، ممكن يلجأ للليثيوم، بس هذا بيكون آخر خيار مشان يسيطر على الأعراض. الليثيوم remains the standard treatment for bipolar disorder. شو هو هذا bipolar disorder؟ هون هاي الرسم حاطينكم إياهم بالكتاب. bipolar depression إنه هو البني آدم ساعة بتلاقيه عنده زي جنون العظمة مانيا، وساعة بتلاقيه عنده severe depression، وبيضلوا يتراوح ما بيناتهم، ساعة بتلاقيه high mood وساعة بتلاقيه low mood. أوكي، فمشان هيك هذا المشكلة بيقولوا عنها bipolar depression. الليثيوم بيسيطر كويس على bipolar depression، بس زي ما قلنا الدواء بحد ذاته خطر، ولأنه خطر لا يصرف إلا بوصفة طبية، وحتى لو الشخص بحاجته ما بيعطوه إياه بسهل، مع إنه هو أساساً مو غالي. أوكي، لكن عليه المشاكل كتيرة لأنه خطورته عالية كتير.
وشوف كيف الاكشن تبعه. الليثيوم زي ما قلنا هو عنصر interfere with ion transport process. Lithium is treated in the body in a similar way to sodium. وبالتالي it is believed to modify the neurotransmission in the brain. لكن شو السايد افكت تبعته؟ is potentially toxic drug and must monitor blood level. بين الفترة الثانية لازم يروح على المختبر ونشوف قديش تركيز الليثيوم في دمه زي ما قلنا، وما نعطيه حتى الدواء لفترة طويلة، نعطيه لفترة قصيرة نسبيا. الليثيوم potential side effect include thirst, tremor, light headedness, nausea, diarrhea, cardiac arrhythmia, hypotension, thyroid dysfunction. واساسا الثايرويد already بيأثر على الكارديوفاسكولار سيستم، فيعني بيفوت الواحد في متاهة في موضوع الكارديوفاسكولار بروبلمز. Long term use is associated with kidney failure. ليه؟ لأنه زي ما اتفقنا هو عنصر والجسم بيتعامل معه زيه زي الصوديوم. Toxicity with overdose بيعمل weakness, drowsiness, confusion. وإذا العيار تقيل كتير بدخل في كوما، بيدخل في غيبوبة. قديش النارو دوز تبعه؟ قلنا الثيرابيوتيك ويندو تبعه قليل، الفرق ما بين الجرعة الفعالة والجرعة السامة قليل. الجرعة الفعالة عادة اللي بيعطوها ما بين 600 ل 1200 ميلي جرام في اليوم. This dose is very close to the toxic dose. مشان هيك ما منحب نستخدم الليثيوم. هيك بنكون خلص.